هذا يسأل هل تصح صلاة الجنازة، يعني الصلاة على الجنازة داخل المقبرة؟ نعم، الصلاة على الجنازة تستثنى، يصلى عليها داخل المقبرة، إنما النهي عن الصلوات الأخرى، أما صلاة الجنازة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر لما فاته أن يصلي على الجنازة، صلى على القبر عليه الصلاة والسلام. الصلاة على الجنازة أو على القبر لمن فاته الصلاة عليها قبل الدفن هذا مشروع. نعم.